صلاحية رئيس الوزراء معروفة بهذا الموضوع. إنها 7:30 بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى المسائية، ونبدأ بالعناوين مع منير الحافي. مساء الخير. في عناوين هذه النشرة: تم تجميع العينات بأفضل الطرق العلمية المعتمدة عالميا. بشرى سارة: معظم الشواطئ اللبنانية صالحة للسباحة، والسمك البلدي مطابق للمواصفات. كيف يماطلون ويماطلون ويماطلون في تأليف الحكومة الجديدة. الراعي يأسف لتأخير تشكيل الحكومة، وجعجع يرى بسيل أبرز المعرقلين. هذا هو وطننا ولا وطن لنا سواه. للعنصرية قانون، الكنيسة يعلن إسرائيل ممنوعة على غير اليهود. مفاتيحهم، صورة ولادهم، تليفوني هون. أكيد ناسي البورتموني بالبيت. شو صار له؟ تونت وداد، ما عندك إي بلوم؟ إيه عندي. يعني فيك تدفع ببلوم باي، لأنك واصل بطاقات بلوم فيزا الدبت والكريدت على تليفونك. ليك شو هيني، وعينك يا سميرة تشوفي. إي بلوم، تكنولوجيا بتسهل لك حياتك. قنوات التواصل بشأن تأليف الحكومة لا تزال مفتوحة، والمواقف والتصريحات المتلاحقة تعكس الصورة الراهنة للمرحلة التي قطعتها اتصالات التأليف. والبارز تأكيد الرئيس الحريري لجريدة المستقبل قبل سفره إلى مدريد للقاء رئيس الوزراء الإسباني والمشاركة في حفل تخريج جامعي، إن أجواء الارتياح والتفاؤل تغلب على أجواء التشاؤم. واليوم انتقد البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي المماطلة الحاصلة في تأليف الحكومة، في وقت كان فيه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يتمنى على رئيس الجمهورية ميشيل عون أن يقوم بتدخل سريع لوقف مسلسل صدام وزير الخارجية جبران باسيل مع الجميع. جعجع وفي حديث لصحيفة الرأي الكويتية ينشر غدا أكد أن لا مهلة أمام الرئيس المكلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة. ومن بعبدة أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامي أن الأوضاع النقدية مستقرة، وكل ما يقال غير ذلك لا يستند إلى معطيات رقمية صحيحة. أما حياتيا فقد برز اليوم التقرير الصادر عن المجلس الوطني للبحوث العلمية، والذي أكد أن غالبية الشواطئ اللبنانية صالحة للسباحة. فبعد القلق الذي عاشه رواد الشواطئ اللبنانية إثر التقارير التي تحدثت عن ارتفاع نسبة التلوث فيها، أصدر المجلس الوطني للبحوث العلمية تقريرا علميا فند فيه الشواطئ غير الملوثة. تقرير ماريا الفحل. بالأرقام كشف المجلس الوطني للبحوث العلمية والمركز الوطني لعلوم البحار في تقرير مفصل عن النقاط الملوثة على طول الشاطئ اللبناني، حيث اتضح أن هناك 16 نقطة من أصل 25 جرى أخذ العينات منها، أي أكثر من نصف العينات المدروسة تعتبر إما جيدة أو مقبولة للسباحة. لكن كان لافتا الإشارة إلى أن المسابح الشعبية في المدن الكبيرة كبيروت وطرابلس وصيدا غير صالحة للسباحة. ووفق التقرير فإن المناطق النظيفة الصالحة للسباحة هي المنيا، أنفي، البترون، جبيل، العقيبة، جونية، الدمور، سور والنقورة، وبعض شواطئ عكار والصيدة وطرابلس والصرفند. أما الشواطئ الملوثة والذي يفضل عدم ارتيادها فهي أنطلياس وبيروت والشاطئ الشعبي في طرابلس. لم نأخذ عينات من مصبات المياه الآسنة الموجودة بكثافة على طول الشاطئ أو بقرب التجمعات الصناعية أو مكبات النفايات الصلبة، نظرا لكونها ملوثة للبحر والبر ولا تحتاج إلى تحليل. لم نأخذ عينات من المسابح الخاصة تعرض النتائج معدلات تحاليل وتقييم امتد لفترة 30 شهرا
فقد تم تجميع العينات بأفضل الطرق العلمية المعتمدة عالميا من المناطق العامة والمسابح الشعبية. التقرير تضمن أيضا نتائج بحث نسبة تلوث الأسماك بالمعادن الثقيلة، وخلص إلى أن لا خطر على السمك، فهو مطابق للمواصفات العالمية، وبالتالي يمكن استهلاكه بطريقة طبيعية. وعند الاستضاح عن بعض الأسماك التي يتم اصطيادها من الشواطئ الملوثة، أشار أحد الخبراء الذي كان متواجدا في المؤتمر إلى أن هذه الأسماك تقتات بالأساس من النفايات. بحر لبنان إذن ليس مأساويا بالدرجة التي تحدثت عنها تقارير صدرت مؤخرا، وما أن يتم وقف مصادر التلوث المعروفة تحل المشكلة بحسب التقرير العلمي. سياسيا، أعرب الرئيس المكلف سعد الحريري عن تفاؤله بحتمية الوصول إلى صيغة تتجاوب معها القوى السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، وأكد الحريري أن علاقته برئيس الجمهورية لا تخضع للتشكيك والتأويل. أكد الرئيس المكلف سعد الحريري أن جولة المشاورات الأخيرة أعادت فتح الخطوط المغلقة في اتجاهات عدة، ونجحت في توسيع نطاق التهدئة السياسية والإعلامية التي نراهن على ترجمتها في عملية تأليف الحكومة. وقال الحريري في دردشة مع جريدة المستقبل عشية سفره إلى مدريد إن أجواء الارتياح والتفاؤل تغلب على أجواء التشاؤم التي سادت قبل أيام، وأنا مطمئن ومتأكد من حتمية الوصول إلى صيغة تلقى تجاوب القوى الرئيسية التي نتطلع لأن تتشكل منها الحكومة. وردا على سؤال عما يتردد في بعض وسائل الإعلام عن تباين بينه وبين رئيس الجمهورية ميشيل عون، قال الرئيس الحريري إن علاقتي مع فخامة الرئيس لا تخضع للتشكيك والتأويل، وهي أقوى من أن تهزها مقالات وتحليلات وتمنيات، لأنها ترتكز إلى ثوابت متينة تتقدم فيها مصلحة البلاد على المصالح الحزبية والخاصة. وأضاف: هذا خيار توافقنا عليه ولا رجوع عنه، وإذا كان هناك من يراهن على تخريب العلاقة بيني وبين الرئيس ميشيل عون فهو واهم ولا يدرك أن المصلحة الوطنية في قاموسنا المشترك تتقدم على كل شيء. واعتبر الحريري أن البعض يتلاعب على موضوع الصلاحيات من باب المزايدة، لكن الدستور واضح وهو الحد الفاصل في مقاربة أمور الصلاحيات. وعن لقائه الأخير مع الوزير جبران باسيل، قال الرئيس الحريري: اللقاء جيد كالعادة، والاتصال مع الوزير باسيل لن يتوقف عند حدود هذا اللقاء، كما أن قنوات الحوار والتشاور مفتوحة يوميا مع التيار الوطني الحر، وهذا هو الأمر الطبيعي، لأن من واجباتي كرئيس مكلف أن أتواصل مع الجميع ومع القوى الرئيسية في المجلس النيابي تحديدا. ومن مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أسف البطيرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي للمماطلة في تشكيل الحكومة، معتبرا أن حكومة من ممثلي الكتل لا تعني تكوين سلطة إجرائية بل تكوين مجلس نيابي مصغر. لبى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي دعوة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شار العربيد لزيارة المجلس بمناسبة مرور 15 عاما على إعادة تفعيله. اللقاء الذي جمع الراعي وأعضاء الهيئة العامة تخلله بحث في الشؤون الاقتصادية من أزمة القروض السكنية إلى ضرورة إدراج الملف البيئي ضمن نشاط المجلس. وتطرق البطريرك الراعي إلى مسألة الحكومة، وفي رسالة وجهها إلى السياسيين أسف للتأخير الحاصل في تشكيل، مشيرا إلى أن الاقتصاد القوي يساهم في بنيانه القطاعان الرسمي والخاص، وهو ما يؤدي إلى ازدهار الاقتصاد. يكفي أن نرى بكل أسف كيف يماطلون ويماطلون ويماطلون في تأليف الحكومة الجديدة، ولا تعنيهم معاناة الشعب اقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا. إن تأليف الحكومة من ممثلي الكتل النيابية فقط لا يعني تكوين سلطة إجرائية بل تكوين مجلس نيابي مصغر. أين هو المجتمع المدني الذي يشكل أكثر من نصف الشعب اللبناني ويحرم من مشاركته في الحكومة؟ فهكذا تستعد الدولة عندنا لإجراء الإصلاحات التي طلبها مؤتمر باريس السابق. توقف قروض الإسكان التي نعمل على المشاركة في إيجاد حلول لها من منطلق ضرورات الأمن الاجتماعي، كما أن الواقع البيئي الذي يكلف اقتصادنا كثيرا من طاقاته مسألة نشارك في العمل على دراسة وقعها وانعكاساتها وسبل معالجتها.
وبعد أن سجل الراعي كلمة في سجل الشرف لكبار الشخصيات التي تزور المجلس، قدم عربيد درعا تقديريا له. ومن عين التين أبدى الرئيس فؤاد السنيورة حرصه على الإسراع بتشكيل الحكومة، مطالبا بالاحترام الكامل للطائف والدستور والقوانين. ما شهدناه في السنوات الماضية أدى إلى انحسار الثقة بين المواطنين والدولة، وهو ما ترتب عنه تداعيات اقتصادية ومالية. الكلام للرئيس فؤاد السنيورة بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التيني. الرئيس السنيورة الذي أبدى حرصه على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة، شدد بعد اللقاء على أهمية العودة إلى احترام الطائف والدستور والقوانين واحترام حقوق الدولة بسيطرتها الكاملة على كل مرافقها. أن نعني حقيقة العودة إلى احترام اتفاق الطائف واحترام الدستور الذي هو انبثق عن هذا الاتفاق، والعودة إلى احترام القوانين من قبل الجميع. لا نقبل بأن يقول وزير هنا أو وزير هناك أنني أنا ما بدي أطبق هذا القانون لأنه مش عاجبني. العودة إلى احترام حقوق الدولة اللبنانية بسيطرتها الكاملة على جميع مرافقها، لا أن تكون هناك مرافق من هنا وهناك ويصير تسريب لوارداتها وإمكاناتها وقدراتها بشكل أو بآخر. العودة إلى احترام معايير الكفاءة والجدارة في تحمل المسؤوليات في الدولة اللبنانية، أكان ذلك على صعيد الوزارة أم على صعيد الإدارة اللبنانية، لأنه بهذا الأمر نستطيع أن نعيد للإدارة اللبنانية كرامتها ودورها وصدقيتها والثقة بها، لا أن تكون هذه الإدارة هي ملك للأحزاب والطوائف وللمذاهب. السنيور اعتبر أنه باعتماد هذه المسارات التي عددها يمكننا الخروج من المآزق، وأكد الحاجة لأحداث صدمة إيجابية في لبنان يشارك فيها الجميع. في حديث لصحيفة الرأي ينشر غدا، شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن تشكيل الحكومة يقع على عاتق الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، سائلا لماذا يتنطح بسيل ويأخذ دور رئيس الجمهورية، متهما إياه بعرقلة مسار التأليف. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن لا مهلة أمام الرئيس المكلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة، ولا يمكن لأحد أن يسحب التكليف منه، وما حدا جر بدق بالدستور ولا بالأعراف القائمة، وشدد على أن الرئيس الحريري لن يشكل حكومة تحت الضغط، لافتا إلى أن مهمة التأليف تقع على عاتقه وعلى عاتق رئيس الجمهورية، وسأل لماذا يتنطح الوزير جبران باسيل ويأخذ دور رئيس الجمهورية، وتمنى جعجع على الرئيس عون أن يوقف مسلسل صدام باسيل مع الجميع، وقال ثمة أمر مستغرب جدا، في كل مرة نقوم نحن وأخرون بمساعي التهدئة يخرج باسيل ويقوم بتفجير الوضع. وأشار جعجع إلى أن كل ما يحاول باسيل فعله أن يحبس علينا مقعدا وزاريا بالطالع أو بالنازل، والسؤال هل هكذا تكافئ القوات؟ هذا معيب جدا. فوفق أرقام باسيل غير الدقيقة عن نسبة تمثيلنا ب 31% من الصوت المسيحي، تكون حصتنا 5 وزراء، على ماذا يشارع؟ وختم متمسكون بتفاهم مع راب، وإذا كان باسيل راغبا في نقده فهو حر. طمأن حاكم مصر في لبنان رياض سلامي إلى استقرار الأوضاع النقدية، مؤكدا بعد لقائه الرئيس ميشيل عون أن كل ما يقال غير ذلك لا يستند إلى معطيات رقمية صحيحة. اطلع رئيس الجمهورية ميشيل عون من حاكم مصر في لبنان رياض سلامي على المعطيات المالية والاقتصادية في لبنان على ضوء التقارير المتوافرة لدى المصرف المركزي. وأوضح سلامي بعد الاجتماع أن الإحصاءات تظهر أن نسبة النمو في السنة الحالية مقدرة ب 2%، وأن الأوضاع النقدية مستقرة، وكل ما يقال غير ذلك لا يستند إلى معطيات رقمية صحيحة. وأكد سلامي أن الودائع في المصارف اللبنانية تنمو بنسبة 5% سنويا وفق النمط حالي، واعتبر أن وضع لبنان مستقر في ظل المتغيرات الحاصلة في الأجواء الناشئة بسبب ارتفاع الفوائد العالمية في المنطقة. وفيما يتعلق بالوضع العقاري، أعلن سلامي عن أن تعميما صدر عن مصر في لبنان يجيز للمطورين العقاريين إقفال ديونهم بعقارات من دون أن يصنفوا، ويمكن للمصارف أن تقسط على 20 سنة العقار الذي أخذت. وحول ما يشاع عن الوضع الصعب لأحد المصارف، أكد سلامي أن لا صحة لكل ما يشاع، والمصرف المركزي يسهل على
على أوضاع المصارف والمحافظة على حقوق المودعين وسلامة الوضع النقدي عموما. إلى ذلك، اعتبر رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير أن إطلاق البعض الشائعات على مصارف وشركات لبنانية يهدف إلى تشويه صورة لبنان. تقرير باسل الخطيب. كثر الكلام في الآونة الأخيرة وبطريقة سلبية ومحبطة، وهي تتمثل بحملة منظمة تقوم بتضخيم الوضع الصعب في لبنان أكثر بكثير من الواقع. رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، ومنذ العام 2011 عبر منبر غرفة بيروت وجبل لبنان، كان أول من أطلق التحذيرات، وهو اليوم يقر أن هناك مشكلة اقتصادية كبيرة، لكنه يستغرب الحملة وتضخيمها. أنا بتساءل اليوم ليش الهجوم على أكبر شركة عقارية بلبنان بهالوقت؟ ليه الهجوم على القطاع المصرفي بهالوقت؟ سمعنا من يومين صار بلبلة على أكبر مصرف بلبنان وسكروا الفيسبوك وحبسوا الشخص. هيدي كلياتها أنا بسأل ليش؟ هل اليوم في شيء لا يضربوا هالاقتصاد وما تبقى من الاقتصاد؟ شقير الذي زار الرئيسين بري والحريري منذ أيام خرج من اللقاءين متفائلا. بدي أنقل إذا بدك التفاؤل الموجود عند الرئيسين للعالم، وبعده الرئيس الحريري متفائل وقال خلال أسبوع لأسبوعين. شقير يكشف عن لقاءات جرت مع الرؤساء الثلاثة للإسراع بتعديل وتحديث القوانين. مشان هيك أنا اليوم بشوف اللي بسهل تأليف الحكومة وبحط إيده بإيد الرئيس الحريري، هذا شخص التاريخ بده يكتب عنه، لأنه اليوم وزير بالناقص أما بالزايد، وخاصة ما تأخذني عم تحكي على وزير بدون حقيبة مع احترامي للكل، لا حيقدم ولا يأخر بالقوى السياسية. بقى سهلوا تأليف الحكومة وارحموا الشعب اللبناني وارحموا ما تبقى من اقتصاد وطني. أما التفاؤل أنا منه مبني على ولا شيء، أنا مبني على أساس أنه في تأليف حكومة لازم تتألف بأسرع وقت ممكن. هذه الحكومة بدها تنفذ اليوم مؤتمر سادر يلي صار من بعد ما تعمل إصلاحات. عم نسمع أنه كل القوى السياسية مع الإصلاحات مع محاربة الفساد، وكل القوى السياسية اليوم مع مشاريع سادر. رغم كل الظروف الصعبة عم نشوف في أكبر شركات بالعالم عم تجي على لبنان، عم تاخذ تفاصيل منا، عم بتزور الرئيس الحريري، عم بتقول له نحن بدنا نستثمر بلبنان، وعم نحكي بمشاريع اللي هي بالمئة مليون وطالع. هذا مؤشر انه العالم شايفنا بعين اليوم مهمة. يبدو اننا امام مهلة اسبوعين لتشكيل الحكومة وضرورة الاسراع بذلك، والا دخلنا من جديد بالمماطلة وما لذلك من تأجيل بالفرص ومزيد من الخسائر على لبنان واقتصاده. كلف رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنة تضم اختصاصيين لإعداد صيغة لاقتراح القانون المتعلق بزراعة القنب الهندي أو الحشيشة واستخدامها لأغراض طبية. دول كثيرة استفادت من هذه الزراعة لتحسين واقعها الاقتصادي. تقرير غسان فرعنة. تختلف مشروعية زراعة الحشيش وقانونية التعامل معها بين دولة وأخرى، فهناك دول تشرع هذه الزراعة ومنها ألمانيا وعدد من الولايات المتحدة ككاليفورنيا، بالإضافة إلى كندا وبعض دول أمريكا اللاتينية. اقتصاديا يقال عن الحشيش أنها الذهب الأخضر لما تدره من أموال وأرباح خيالية، حيث يصل حجم التبادل التجاري فيها عالميا إلى 800 مليار دولار سنويا، أي 8% من حجم التجارة العالمية. ولكن كيف تستفيد الدول عند تشريع الحشيشة؟ أغلب الدول المشرعة لزراعة الحشيشة تعتمد على الإيرادات الضريبية من هذه الزراعة، فولاية كولورادو تحقق من هذه الضريبة 67 مليون دولار سنويا، وكاليفورنيا 3 مليار دولار سنويا. أما عائدات كندا من الضريبة على زراعة الحشيش فتصل إلى 618 مليون دولار سنويا. إن زراعة الحشيش وإن كانت منتشرة في أكثر من 129 دولة، غير أنها غير مشرعة في كل هذه الدول، فالمغرب مثلا لم يشرع زراعة الحشيشة، ولكنه يعتبر من أبرز الدول المصدرة له بحسب تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات التابع لهيئة الأمم المتحدة عام 2017، ويغطي إنتاج المغرب 80% من استهلاك أوروبا للحشيشة، وتأتي أفغانستان في المرتبة الثانية.
كذلك تعتبر ألبانيا، كولومبيا، جامايكا، هولندا والباراغواي من الدول الرئيسية لتصدير الحشيش الذي يباع في الأسواق العالمية عبر التهريب ومن دون المرور بالطرق القانونية والتشريعية. وفي وقت تتم المتاجرة بالحشيش عالميا بطرق مختلفة، فإن اللبنانيين وأهل البقاع خصوصا يأملون في تشريع زراعتها لغايات طبية على مردودها يساهم في تحسين الناتج المحلي وبالتالي حل بعض الأزمات الاقتصادية في لبنان. بعد ساعات من الحملة الإعلامية والسياسية الهادفة إلى إبطال نيابة ديما الجمالي، أكد المجلس الدستوري أن كل المعلومات المتداولة بشأن الطعون النيابية عارية من الصحة. تقرير ما حطيت. الحملة السياسية الإعلامية المركزة لإبطال نيابة ديما جمالي مستمرة. من عين التين دعا نائب الأحباش عدنان طرابلسي المجلس الدستوري إلى اتخاذ قرار لصالح مرشحهم في طرابلس طه ناجي. طبعا هو لصالحنا 100%، ولكن نرجو أن المجلس الدستوري أن لا ينساق تحت الضغوطات السياسية ويعطي الحق لصاحب الحق. جريدة الأخبار أيضا استمرت في حملتها وأوردت خبرا عن أن جمالي تتصرف في الآونة الأخيرة بصفتها الأكثر قربا من السفارة السعودية في بيروت، وذلك بهدف الحصول على حماية أو نوع من الضغط على الرئيس سعد الحريري لاتخاذ كل التدابير الآيلة إلى منع المجلس الدستوري من قبول الطعن. كل هذه الحملات والشائعات، وبعد أن تناولها تلفزيون المستقبل في تقرير سابق، رد عليها رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان مؤكدا أن كل المعلومات المتداولة بشأن الطعون النيابية عارية تماما من الصحة ولا أساس لها إلا في مخيلة من يروجها المجلس. وفي بيان رد فيه على كل ما يتم تداوله بشأن قراراته، أكد أنه منكب على دراسة الطعون والردود عليها من المطعون في نيابتهم، وسيباشر التحقيق في جميع الوقائع الواردة فيها. وأضاف المجلس أن أعماله محاطة بسرية تامة وهي بعيدة كل البعد عن التدخلات السياسية، لذلك لا فائدة مطلقا من الحملات الإعلامية وبث الأخبار، ومن الضروري عدم الخوض في موضوع الطعون النيابية من وسائل الإعلام حفاظا على صدقيتها. من جهتها ردت النائب ديما جمالي على الشائعات والتحليلات التي وردت في صحيفة الأخبار، فقالت في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي: إنه من المؤسف أن تطالعنا بعض الأقلام المأجورة وبعض الصحف المعروفة التوجه وبعض الماكينات الإعلامية المحرقة ببث كمية من الشائعات والسخافات البعيدة كل البعد من الواقع. ودعت جمالي أصحاب المحاولات المشبوهة إلى ترك القضاء كي يقوم بمهمته بدلا من أن يعمدوا إلى إثارة النعرات والقلاقل. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. مع استمرار التصعيد، قطار التهجير يصل إلى القنيطرة. وإيران تدفع بالحشد الشعبي لقمع احتجاجات الجنوب العراقية. أهلا بكم من جديد. في جلسة عاصفة أقر الكنيسة الإسرائيلي ما يسمى قانون القومية وسط معارضة شديدة من قبل أعضاء الكنيسة العرب. ومحللون يرون أن هذا القانون سيمنع الفلسطينيين من اللجوء إلى القضاء لنيل بعض من حقوقهم المنتهكة أساسا. أفعل على أفان بعل خمتام حمولادة هزو هي ملتينو. هذا هو وطننا ولا وطن لنا سواه. عندما يصرخ عضو الكنيسة مائر كوهين في وجه النائب أيمن عودة: أنت في دولتي، بعد رفعه علما أسودا. وعندما يأمر رئيس الكنيسة يولي أدلشتاين أفراد الأمن بإخراج النواب العرب من القاعة، ويقوم أحد رجال الأمن بسحب النائب جمال زحالقة من مقعده بالقوة، تكون الرسالة وصلت إلى الفلسطينيين والعالم. عنصرية إسرائيل باتت دستورا بعدما أقر الكنيسة قانون القومية، أحد أخطر القوانين الصهيونية في السنوات الأخيرة، والذي يرتكز أساسا على اعتبار فلسطين التاريخية أنها أرض إسرائيل والشعب اليهودي في العالم. وفور انتهاء التصويت في الكنيسة الإسرائيلي، عمد النواب العرب إلى تمزيق القانون الجديد وألقوه في وجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل إلقائه كلمته
الذي تباهى فيها بأن هذه لحظة فاصلة ومحددة في تاريخ الصهيونية وما يسمى الدولة. وأضاف نتنياهو أنه خلال السنوات الأخيرة كان هناك من يحاول تقويض حقيقة أن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، مشيرا إلى أن القانون أرسى هذه الحقيقة. من جهتها أكدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني على أن ما يسمى قانون القومية هو محاولة أخرى لطمس الهوية العربية الفلسطينية ومن أجل إرساء أسس العداء على أنقاض السلام المنشود الذي نسعى إلى إنعاشه. إلى ذلك عمت موجة من الغضب داخل الخط الأخضر، حيث يعاني السكان في الأساس من التمييز والعنصرية، واصفين القانون بأنه عنصري لحكومة يمينية متطرفة تخلق قوانين متطرفة وتغرس البذور لقيام دولة فصل عنصري، فيما وصف المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل عدالة القانون بأنه يعزز التفوق الإثني الذي يتجلى في ترسيخ السياسات العنصرية. في التطورات السورية وبرعاية روسية، التهجير يصل إلى القنيطرة، وعملية إجلاء كافة سكان بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين للنظام في إدلب انتهت. صعدت قوات الأسد والمقاتلات الروسية قصفها لحوض اليرموك بريف درعا الغربي، واستخدمت راجمات وصواريخ فيل والمدفعية التي لم تتوقف خلال 24 ساعة الماضية. وتركز القصف على بلدات تسيل وعدوان وجلين في محاولة لقوات الأسد للسيطرة عليها بعد محاصرتها من الجوانب كافة. هذه التطورات أتت في أعقاب فرض الجانب الروسي اتفاقا مع فصائل المعارضة في القنيطرة يعيد قوات النظام إلى هذه المنطقة القريبة من الجولان السوري، وينهي وجود المعارضة التي سيطرت عليها بشكل كامل منذ أكثر من 3 سنوات. ولا يبتعد الاتفاق عن اتفاقات الجنوب السوري، حيث يقضي بخروج جميع الرافضين للاتفاق من مقاتلين ومدنيين آخرين إلى الشمال السوري. من جهة ثانية، انتهت عملية إجلاء كافة سكان بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين للنظام في إدلب، واللتين كانتا تحاصرهما هيئة تحرير الشام. المرصد السوري أكد أن البلدتين باتتا خاليتين من السكان تماما بعد إجلاء حوالي 6900 شخص من مدنيين ومسلحين موالين للنظام بموجب اتفاق روسي وتركي. اتهم الجنرال الأمريكي جوزيف فوتل قائد القيادة المركزية الأمريكية الذي يشرف على العمليات العسكرية في سوريا، اتهم إيران بأنها تطيل أمد النزاع في سوريا وتهدد دول الجوار السوري، فضلا عن العبث الذي تمارسه بأمن الملاحة البحرية عبر زرع الألغام، لافتا إلى أنه لم يتلقى توجيهات جديدة بشأن العلاقات مع الجيش الروسي منذ القمة بين الرئيسين ترامب وبوتين في هلسنكي. وقال أن المحادثات مع الجانب الروسي متواصلة بشأن خفض التصعيد، لكن لم تصدر إلى الآن توجيهات جديدة. اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الإرهاب العالمي تلقى ضربة قاضية في سوريا، مشيرا إلى أن عمليات أستانا ومخرجات مؤتمر سوتشي تؤسسان لعملية سياسية حقيقية. ودعا بوتين في كلمته خلال اجتماع للسفراء الروس في موسكو إلى ضرورة الحفاظ على اتفاق إيران النووي والحيلولة دون تصاعد توتر لا يمكن ضبطه في الشرق الأوسط بعد انسحاب واشنطن من هذا الاتفاق. وفيما يتعلق بنتائج قمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي، قال بوتين إن هناك قوى أمريكية حاولت التقليل من شأن هذه القمة، لكن العلاقة مع واشنطن تسير بمنح إيجابي. محاولات إيرانية لإخماد الاحتجاجات في جنوب العراق عبر شن حملات اعتقال بحق المتظاهرين المعترضين على تردي الخدمات، وزعيم التيار الصدري يدعو إلى تعليق مشاورات تشكيل الحكومة إلى حين تلبية مطالب الشعب. انتشار كثيف لميليشيات الحشد الشعبي والفصائل المدعومة من إيران في جنوب العراق للسيطرة على الاحتجاجات الضخمة التي اندلعت في جنوب البلاد. ناشطون تحدثوا عن حملة اعتقالات وتعذيب تنفذها كتائب إيرانية بلباس مدني ضد المحتجين، أمر ساهم في انخفاض مستوى الاحتجاجات ضد الحكومة العراقية والأحزاب الموالية لإيران. ولا تبدو طهران بأحسن حال من الأحزاب المدعومة منها في العراق، فقد اعترفت صحيفة اعتماد الإيرانية
الإيرانية بأن النفوذ الإيراني وصل إلى نهايته في العراق. وبحسب التقرير الذي نشره المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، فقد أكدت فيه تغير نظرة المواطن العراقي إلى إيران. وأشارت الصحيفة إلى أن الرأي العام العراقي ينظر بسلبية إلى الدور الذي تلعب طهران في العراق. وفي أول تعليق له على الاحتجاجات التي تجتاح الجنوب، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عبر تويتر الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات إلى وقف عملية المشاورات والحوارات حول تشكيل الحكومة إلى حين تلبية مطالب المتظاهرين الحق. بدورها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيدر نويرت دعم واشنطن للتظاهرات السلمية، مبدية تفهمها لمطالب المحتجين على عدم وجود الماء والكهرباء والخدمات الأخرى. اعترض الدفاع الجوي السعودي صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه جازان. ميدانيا أيضا أفشلت ألوية العمالقة التي تعمل ضمن القوات اليمنية المشتركة بإسناد من التحالف العربي عملية تسلل لمجموعة من ميليشيات الحوثي الإيرانية في مديرية تحيطة على الساحل الغربي. كما تمكن الجيش اليمني من السيطرة على سد باقم في صعدة وتحرير سلسلة جبال العبد في المنطقة نفسها. انفجرت 5 أنابيب بخار على الأقل في منطقة فلاتيرون بمدينة نيويورك الأمريكية، مما دفع السلطات إلى الاستنفار وإخلاء مباني قريبة عدة. وخلفت الانفجارات التي حدثت صباحا سحابة هائلة من الدخان، مما أثار الرعب في نفوس القاطنين بالمنطقة. وحضرت على الفور الفرق المختصة لإطفاء الحريق فيما قامت شرطة نيويورك بإغلاق الشوارع المحيطة بمكان الحادث، كما طلبت من الناس البقاء بعيدا. وتتابعونا في النشرة بعد الفاصل. تدشين مركز جديد للأمن العام في بعلبك. والأرجنتين تجمد أصول مجموعة بركات بتهمة تمويل حزب الله. في بيت الوسط سلسلة لقاءات للرئيس سعد الحريري تناولت ملفات سياسية وإنمائية. الوضع الإنمائي في بعلبك الهرمل والخدمات التي تحتاجها المنطقة بحثها الرئيس سعد الحريري مع النائب السابق يحيى شمص الذي اطلع بدوره على مسار تأليف الحكومة، مشيرا إلى أن حاجات الناس لم تعد تحتمل الانتظار. وقد أكد شمص أن الرئيس الحريري طويل البال ويحاول أن يؤلف حكومة جامعة لكل الفئات الوطنية في لبنان. من جهة أخرى، التقى الرئيس الحريري وفدا من قيادة الجيش برئاسة العميد الركن رفعت رمضان الذي وجه له دعوة لحضور احتفال تقليد الصيوف لضباط دورة فجر الجرود الذي سيقام في الكلية الحربية لمناسبة عيد الجيش في الأول من آب المقبل. ومن زوار بيت الوسط رجل الأعمال وديع عبسي والإعلاميان سامي كليب وكارولين بعيني، وقد قدم كليب للحريري كتابه الذي يحمل عنوان الرحالة هكذا رأيت العالم. ردت شركة سوليدير على المقال الذي نشرته صحيفة الأخبار تحت عنوان إمارة سوليدير لصاحبها ناصر الشماع، مؤكدة أنها محاولة لتشويه الحقائق. نفت شركة سوليدير جملة وتفصيلا ما نشرته جريدة الأخبار بتاريخ 14 تموز الجاري في مقالها تحت عنوان إمارة سوليدير لصاحبها ناصر الشماع. وأكدت سوليدير أنها لا ترى من هذا المقال إلا محاولة لتشويه الحقائق من خلال مصادر مشبوهة لابتزاز الشركة ولصرف النظر عن إنجازاتها، إذ أنه يحتوي على افتراءات وكثير من الاستنتاجات المضللة للرأي العام نتيجة قراءة مغلوطة لبيانات الشركة المالية وتقاريرها. وبدءا برواية منح 10 ملايين دولار لمطعم السلطان إبراهيم ومرورا بمزاعم إعطاء 6 ملايين دولار لأحد المستثمرين، وصولا إلى مغالطة ذكر أسماء 7 أشخاص لا يعملون في الشركة، وإلى مدفوعات وعمولات وهمية إلى أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المغالطات، رأت سوليدير أن الهدف من ذلك هدم الثقة بالشركة وخلق جو من اليأس عند المساهمين.
أما الحديث عن لفلفة فضيحة نتج عنها خسارة 4 ملايين دولار على شكل أسهم، فأوضحت سوليدير أنها اعتمادا على مبدأ الشفافية والحفاظ على حقوق المساهمين خصصت مؤونة بقيمة 4 ملايين دولار لتغطية أي فروقات قد تنتج من مراجعة السجلات المحاسبية بما فيها سجل الأسهم والالتزامات والمطلوبات المحتملة منذ تأسيس الشركة وحتى تاريخه. أما الكلام عن تجميل حسابات سوليدير عبر خفض حصتها في سوليدير انترناشونال فأشارت إلى أنه مخالف للمبادئ المحاسبية، إذ أن أي توزيع لا يؤثر في الربحية في حساباتها المجمعة، وبالتالي لا يوجد أي تأثير سلبا أم إيجابا في بيان الأرباح والخسائر. في إطار تعزيز الخطة الأمنية في بعلبك الهرمل، دشن اللواء عباس إبراهيم مبنى جديدا للأمن العام في بعلبك، وفعاليات المنطقة تطالب الدولة بإيلاء البقاع اهتماما إنمائيا. أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أنه واثق من نجاح الخطة الأمنية التي يجري تطبيقها في بعلبك الهرمل لأنها تعبر عن تطلعات أهل البقاع. كلام اللواء إبراهيم جاء خلال تدشينه مبنى أمن عام البقاع الثانية ومركز أمن عام بعلبك المركزي. نحن موجودون في هذه البقعة من البقاع الذي يرتبط بالجنوب عند رماء الحياة نهر الليطاني، وبالرجال رجال لتحرير الأرض من عدوين ما توقفا عن التشابه، العدو الإسرائيلي ووجهه الآخر المتمثل بالإرهاب التكفيري المتأسلم زورا وبهتانا، على أمل أن نرى عودة الدولة عودة نهائية تمنع الحرمان والضيق عن أهلها وتفتح حضنها لجميع أبنائها، فتشرع أبواب العمل وتقفل بؤر البطالة والضياع. وزراء بعلبك ونوابها رحبوا بالخطوة الجديدة وتمنوا أن تولى المنطقة اهتماما إنمائيا من قبل الدولة. نؤكد على أننا نواب المنطقة ووزرائها وكل القوى السياسية سنكون في موقع الداعم والمشجع لكل خطوة تصب في اتجاه رفع الحرمان عن هذه المنطقة. اليوم نعم نشعر ببعض الإنجازات أو ببعض التحسن من خلال تطبيق هذه الخطة الأمنية، وندعو في نفس الوقت إلى أن تكمل الأجهزة هذه الخطة وكما فعلت في الأيام الماضية. الجدير بالذكر أن المبنى الجديد تم بناؤه من قبل الأمن العام على أرض مقدمة من بلدية بعلبك، وهو يتميز بحجمه الكبير ومراعاته لذوي الاحتياجات الخاصة. أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن قوة خاصة من شعبة المعلومات أوقفت اللبنانيين عصاد وحاء ألف اللذين يعدان من أخطر المطلوبين بتهمة إنشاء مضافة في بلدة بريتال تستخدم لاستقبال الشبان اللبنانيين ويتم فيها تعاطي المخدرات ويتم بيعها للمروجين، وهي مؤمنة بحراسة مسلحة دائما. جمدت السلطات الأرجنتينية أصول مجموعة بركات اللبنانية بتهمة تورطها في تمويل حزب الله، فمن هي هذه المجموعة؟ ضجت وسائل الإعلام الأرجنتينية في الساعات القليلة الماضية ببيان أصدرته وحدة المعلومات المالية المكلفة بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، وجمدت بموجبه أموال وأصول مجموعة بركات التي عرفت عنها كمنظمة إجرامية تابعة لحزب الله يترأسها أسعد أحمد بركات المصنف أصلا ضمن لائحة الإرهاب الأمريكية منذ العام 2004. وأعلنت وحدة المعلومات المالية الأرجنتينية أن 14 شخصا من أفراد هذه الشبكة كانوا يعبرون الحدود من البرازيل من دون الإفصاح عما يحملونه من أموال، ويصرفون ما يزيد عن 10 ملايين دولار في أحد الكازينوهات كوسيلة لتمويل حزب الله. وأفاد البيان بأن مجموعة بركات متورطة أيضا بجرائم تهريب وتزوير الأموال والوثائق وتجارة المخدرات والابتزاز وتجارة السلاح وتبييض الأموال. قرار وحدة المعلومات المالية الذي جاء وفقا لقوانين محاربة الإرهاب الأرجنتينية يندرج في إطار التحقيق الذي فتحته السلطات منذ أعوام عدة عن مجموعة بركات التي تنشط في المثلث الحدودي المشترك بين الأرجنتين والبرازيل والباراغواي. استقبل قائد الجيش رماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزي النائب بهي الحريري وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
وفي مجد ليون بحثت النائب بهية الحريري مع وفد من القوى الإسلامية في مخيم عين الحلوي المستجدات على الساحة الفلسطينية، وتم التطرق بشكل خاص إلى ظاهرة إطلاق النار في المخيم والتي تسببت الأسبوع الماضي بمقتل الفتى سليم هادي، وكان تأكيد على ضرورة متابعة العمل من أجل تسليم المطلوبين. كذلك التقت الحريري وفدا من تحالف القوى الفلسطينية برئاسة مسؤول جبهة التحرير وليد جمعة، الذي أكد على وجوب ملاحقة كل مطلق نار في الهواء، معتبرا أن هذا العمل يسيء للشعب الفلسطيني وقضيته. دعا عضو كتلة المستقبل النيابية النائب عثمان عالم الدين إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، مؤكدا أن الرئيس سعد الحريري يبذل جهودا جبارة ويقدم التضحيات في هذا السبيل. وخلال رعايته حفل تكريم قطاع التربية والتعليم في تيار المستقبل منسقية المنيا لعدد من مدراء المدارس والطلاب المتفوقين في الشهادة الرسمية، أكد عالم الدين العمل على وضع خطة عمل للوصول إلى خارطة طريق للنهوض بالقطاع التربوي في المنيا، وأن القادم من الأيام سوف تثبت ذلك، وأن الحكومة سوف تبصر النور مهما حاول المتضررون من اختلاف عقد وعراقيل، إلا أن ثقتنا بالرئيس الحريري لم تتزعزع أبدا، ومن يراهن على تعبنا أو تراجعنا فإننا نقول له روح غير بذات سلة. ملف تشكيل الحكومة كان حاضرا خلال حضور النائب وليد البعرين افتتاح المؤتمر التربوي الخليجي الأول في عكار. البعرين عول على تشكيل الحكومة قريبا للمباشرة بالمشاريع في عكار. برعاية وزير التربية مروان حمادي ووزير الاتصالات جمال الجراح، افتتح المؤتمر التربوي الخليجي الأول في عكار في مجمع عمر بن الخطاب التربوي التابع للجمعية الحميدية الخيرية الإسلامية في قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وحضر الافتتاح النائب وليد البعريني رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار الشيخ مالك جديدي، رئيس الجمعية الحميدية الخيرية الإسلامية ومستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون عكار خالد محمد الزعبي، مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، إضافة إلى عدد من الفعاليات. البعريني أثنى على دور العلم بحماية الأجيال، معولا على تشكيل الحكومة قريبا للمباشرة بعجلة التنمية في عكار، ومشيرا إلى أن التأخير في تشكيلها يشكل خطرا على الاقتصاد. كما أشار البعريني إلى أن الطائف يحارب، مؤكدا على أنه الإطار الدستوري الوحيد الذي يحفظ سلم الأهلي. طمنكم باجتماعنا مع الشيخ سعد كان متفائل جدا إن شاء الله بولادة الحكومة، فنتمنى إن شاء الله الأمور تولد الحكومة قريبا، لأن بولادتها في كثير نحن معولين على أنه نمشي بمشاريع المنطقة. بدوره طالب مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا بأن يكون للمنطقة وزيران في الحكومة المقبلة، وأن يفتتح مطار الإقليعات والجامعة اللبنانية، وشددت الكلمات على أهمية التعليم لأنه المحرك الأبرز في التنمية. والمؤتمر يستمر ليومين متتاليين ويشارك فيه مدربون من عدد من البلدان العربية. الآن نصل إلى صفحة الأحوال الجوية مع كريستال عبد الساتر. بونسوار. طقس الصيف رطب نسبيا عم بيسيطر حاليا على اغلبيه مناطق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط. تفاصيل اكثر عن طقس لبنان بنشوفها بعد جوله على الدول العربيه. بنبلش جولتنا مع القاهره 37 36 بتونس 26 درجه بالرباط، 44 ببغداد، 34 بدمشق، 31 درجه بالقدس، والختام مع الكويت 46، الدوحه 43، والرياض كمان 43 درجه. نوصل هلا على طقس لبنان. بكره جو العام عم بيكون بين غائم جزئيا الى غائم مع استقرار بدرجات الحراره ورياح نشطه، اما بالساحل الحراره بتتراوح بين 24 وال 31 درجه، بالنسبه للرطوبه عم توصل اقصاها لل 85%، اما سرعه الرياح بتسجل 35 كيلومتر بالساعه، بالجبل عم تتراوح بين 18 وال 27 درجه، اما بالداخل عم تسجل اقصاها 32 درجه. جولتنا اللي بتاخذنا من الشمال للجنوب بتفرجينا اكثر تفاصيل الحراره ببعض المناطق اللبنانية. منبلش جولتنا من الشمال مع عكار 31، 32 بطرابلس، 22 بالأرز، 32 درجة بالكورة، 34 بالهرمل، 32 بالقاع، 31 ببعلبك، 32 درجة برياء، جبال 30، 23 بميروبة، 29 درجة بجوني وببعبدة. بيروت كمان عم تسجل فيها الحرارة 29 درجة، وطقسها عم بيكون غائم جزئيا إلى غائم زحل 32، 33 بشتورة، 32 بعنجر،
30 درجة بمشغرة، جزين كمان 30، 27 برشية، 30 درجة بمرج عيون وببنت جبال، والختام عم بيكون مع بيت الدين 27 والمناطق الجنوبية صيدا سور وقانا و30 درجة. مثل ما ذكرنا لبكرة بيكون في عنا طقس بين غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة ورياح ناشطة. أما لبكرة الحرارة بتوصل أقصاها ل 29 درجة، أما أدناها ل 26 درجة. بالنسبة للويك أند نهار السبت والأحد مكمل استقرار درجات الحرارة تتسجل أقصاها 29 درجة. عم بيكون في عنا ضباب على المرتفعات، اما بمنطقة الارز الحرارة عم تتراوح بين 9 و22 درجة. هيدا كان كل شي لليوم، ما تنسوا شو ما كان طقسكن المفضل، لاقونا على طول على المستقبل. وإلى فقرة رسوم متحررة. لك شو المشكلة هلا؟ يا اخي المشكلة هي هيدي العقدة. أي عقدة؟ لك هيدي العقدة يا زلمة مشهورة، العقدة معروفة شو اسمها؟ عقدة صباط يعني؟ لك لا لا مش عقدة صباط. شو عقدة بحرية؟ ولا عقدة بحرية، لك يا زلمة معروفة كتير. لحظة لحظة، في هي العقدة الصفرة. لا لا مش بالأكل، هيدي غير لون، هيدي عم نحكي. لا هي شو بعد فيها؟ يعني زعويصة كتير. شو إنه شي عقدة نفسية يعني؟ هي عقدة نفسية. يا زلمة كتير في عقد هالحديث. ايه مزبوط، اعمل ايه؟ شوفي لا عقدني يعني هالحديث، عمل لي هيك تلبيكي يعني. عمل لك عقد يعني من ورا هذا الشيء؟ ايه والله عمل لي عقدة مصران ميلك. في ختام النشرة نذكركم بعناوينها. تم تجميع العينات بأفضل الطرق العلمية المعتمدة عالميا. بشرى سارة، معظم الشواطئ اللبنانية صالحة للسباحة والسمك البلدي مطابق للمواصفات. كيف يماطلون ويماطلون ويماطلون في حكومة جديدة؟ الراعي يأسف لتأخير تشكيل الحكومة، وجعجع يرى باسيل أبرز المعرقلين. هذا هو وطننا ولا وطن لنا سواه. وللعنصرية قانون، الكنيسة يعلن إسرائيل ممنوعة على غير اليهود. وإلى هنا تنتهي النشرة، شكرا لإصائكم وإلى اللقاء إن شاء الله. إلى اللقاء. صلاحية رئيس الوزراء معروفة بهذا الموضوع.